كفى الدنيا نازل ورحال فيها دوام الحال هذا محال يا كفى الدنيا نازل ورحال فيها دوام الحال هذا محال حتى ولو في يوم هي ضحكت لك حتى ولو في يوم هي ضحكت لك لابد تتغير تتغير في يوم الأحوال تفضلي. ايه ده؟ غرفتك الجديدة؟ ما انت ما كنتيش قبل ان اقعد فيها من كام اسبوع. كنت مخصصتها لك قبل لا تتجرئين وتاخذين غرفتي الماستر، واستخسرتها فيك بعد موقفك البايخ معاي، لكن الحين لا، تستحقينها وعليك بالعافية. وعلى فكرة اذا صور ابو عبد الله مضايقتك تقدرين تشيلينها وتحطينها في الكبت، ترى هو ما يزعل. يعني لو كان مسيو بدري لسه بيجي هنا كنت كمان هتديني الغرفة؟ بدون شك. والله انت دوختيني معاكي وطيرتي عقلي وحرقتي دمي وفورتي اعصابي ويلا يلا لمي حاجتك وطلعي من الغرفة ومش عارفة ايه، وبعد ده كله بتقولي لي دي غرفتك؟ على فكرة ترى انا بكرة راح اخذ الاولاد في نزهة. بيكنيك يعني؟ نزهة عائلية انا واهما فقط. ايه؟ باردون؟ باردون. ليش؟ اقعد. طرق.
خالتك منيرة تشكى منك. وعلى بالهم هي يبا ما يصير كله بالسكة، قاعد كله بالسكة ولا بجاب لي هالننتندو اسمها البلاي ستيشن. بلاي ستيشن ولا قاعد لي بالسكة؟ ما تخاف يا يبا، ما شفت هذا اللي دعمه أخوك؟ تبي تطلعني عن طوري؟ تبي تذبحني يا يبا؟ تبي تهلك أعصابي؟ ما يصير. ما مليت أنت من السكة؟ امبلا مليت، قايل لك خذ لي شريط البلاي ستيشن الجديد بس انت مو معطينا وي. والله تبي اعطيك وي؟ حاضر، بس اول شيء نزل ريلك احترمني بعدين اعطيك وي. يا يبا ايش بتسوي فيني؟ ايش تبي بلاي ستيشن؟ انت ترى من ترد من المدرسه كتبك على حطه ومجلس، ما يصير يا يبا، ما يصير، لازم تدرس، العلم نور. يبا ما تبي تصير غني؟ ما تبي تصير دكتور نفسي؟ ها؟ إيه؟ لازم تدرس عشان تصير غني. يبا مو الا دكتور، تصير مهندس، طيار، نجار، صباغ، مقاول، يبا ادرس، المهم انك تدرس. ما يصير يبا عشان تصير غني وتشتري اللي تبي. كامك ما درست وصارت غنية؟ ايه، مو امي ورثت من ابوها، ابوها كان عنده خير. بالله انا ايش عندي تارثني يا يبا؟ انا لو عندي مال قارون، ها، مال قارون، وانت تارثني باسبوع تخلصه. أمون يبا تموت، تموت، ما أقدر أقول لك شيء. تدري شلون؟ قم طلعت لي قرون، طلعت لي قرون، قم نام. أي قرون؟ كلها صلعة. أقول لك قم 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 أمشي. أبي عشاء. ماكو عشاء، روح حط راسك ونام، اغسل وجهك وروح نام، يلا قم قم. يبا إيش دعوة؟ إيش فيك معصب؟ ما في شيء، روح نام، روح نام. إي عبالي. إي شلون عليك يا يبا أنت؟ والله ما ينطلع. عشرين ألف جريدة نفس الأخبار بس اسم الجريدة غير. عبد الله ترى ما يصير. لو إحنا بيتنا العود لو ولي ما يخالف، في ألف مكان ومكان، لكن نحن لا، بعد لا تنسينا ما عندنا، يعني لا هو اللي بياخذ راحته ولا إحنا اللي بناخذ راحتنا. كل قضية ما هي يوم ولا يومين. كل الأخبار تغذ، إعصار في فلوريدا، فيضان في بنغلاديش، مجاعة في الصومال، شنو هذا؟ وندش عندنا هني يصير زلزال. يبا لا تنادي لا تبين هني. أنا خلاص ببطل قراية جرايد، مالي خلق. يعني أعيد الكلام مرة ثانية مع عبد الله. يا حبيبي تيك إت إيزي، إيش فيك؟ أنا ما أبي هني يبا، أنا قمت وياه، قمت بالواجب من علشانك انتي، لكن ماني ملزوم فيه. اقول تطلع معنا في نزهه، ايش رايك؟ ماني رايح مكان يبا، ماني رايح مكان. يا روحوا على كيفكم، لكن هذا ما يدش البيت هني، ما احنا ملزومين فيه. قلت لك احنا جاهزين. سمعي حبيبتي، انت اليوم اخذي اجازه وروحي لفي المولات على كيف كيفك. تفضلي. مدى الإجازة؟ سمعي كلام المنتجر. يعني مش هتاخذوني معاكم؟ لا روحي ارتاحي، قلت لك أنت إجازة والسيارة ناطرتك برا. أنا اليوم بقضي الإجازة مع أحفادي بدون حسيب أو رقيب. إيه على فكرة أبو عبد الله بقول لك شيء، ترى بدر ما له أحد غيري، أنا ربيت ثلاثة وما قط اشتكيت. يلا يما، يلا يبعد قلبي، يلا حبيبي أمي. انت شو هالحكي؟ شوف كلامك تغير، شو تعقدت الأمور يعني؟ اهدى يا أبو بشار، علامك انت، مثل ما في أخبار سيئة في أخبار زينة. ومين توصل أخبار حلوة ولا أخبار زينة؟
من قادر توصل لهم؟ لا انت قادر توصل حق ام الولد ولا تعرف شيء عن الولد. ولدي مقطوط بالسجن بين المجرمين. الاخبار الزينه يا ابو بشار ان ولدهم يمكن يعيش، وذيك الساعه بس تدفعون التعويض وخلاص. وهم شلون يعني وافقوا يتنازلون ويقبضون؟ الله يحداك يا ابو بشار، شو تقول انت؟ اقول لك انا لما ادق على امه جهازها مغلق، ادق على خالته جهازها مغلق، بس اللي سمعت انه سافروا برا مع المريض، اكيد بيتعالج برا، وانت عارف علاج برا احسن من هني، ويمكن يرجع لريوله. شلون يعني سافروا؟ انت تقول الناس على قدهم ومهم قادرين يعني يسافرون على حسابهم، حتى اللجنه رفضت لان حاله ولدهم ميؤوس منها. اكيد عندهم واسطه، وكل شيء بالواسطه يصير يا ابو بشار. بس الطب برا تطور يعني، لا تحاتي، ان شاء الله يرجع. وانا سويت طلب علشان ينقلون ولدك الاحداث، وعدوني خير. شنو الاحداث الله يهداك؟ ولدي عدى سن الاحداث وعمره 18 وكم اسبوع الحين، ايش فيك؟ صحيح كلامك عدل يا ابو بشار، ولكن انا كتبت عريضه وطالب فيها معاملته معامله الحدث. ليش؟ لان ولدك ملفه متروس غضايا، وقلت لهم ها حتى نتجاوز سن القانون وسن المراهقه عاملوه معامله حدث، لان وقت الحادث كان حدث. يصير يعني؟ كل شيء يصير يا ابو بشار، ما في شيء ما يصير، بالاستثناءات كل شيء يصير. وانا اتمنى انك تاخذ ولدك وتخليه يتعالج عن طبيب نفسي. ها ايش قالوا لك؟ ولدي مجنون ولا معقد؟ انت دكتور وتعرف ان الصراحه بمجالي وبمجالك واجبه، صح ولا مو عدل؟ هني بملفه كان عمره 11 سنه دش بسياره على بيت جيرانكم، هذه واحده. والله ستر من البيت كان فاضي. ثانيا بعدها بكم شهر تسبب بحادث وللحين الناس تتكلم عنه. يا اخي انا ما طلبت منك تسرد الاحداث اللي صارت بالتاريخ، الله يرحم والديك، احنا ندري ان عيالنا شوي يعني لا ساقوا سياره مطيورين خصوصا بهالسن. الحمد لله ان عيال الاغنياء شويه، ولا الواحد ما يامن على نفسه بالشارع. شو هالحكي الله يهداك؟ سوي نفسك فاهم انت، يبقى قضاء وقدر هذا. ها رجاء انا ما اسمح لك تكلمني بهالطريقه ولو اني محاميك، بس ادري شلون هالمره بطوفها لك، عاذرك. لا تعذرني ولا شيء، بس طلع لي الولد الله يرحم والديك. بس قلت لك قضيتك صعبه، ولو تفر العالم كله ما حد راح يفكك من هالقضيه غيري انا، بس شويه ثقه منك يا ابو بشار وذيك ساعه تنحل الامور هذه. بس انت اصبر الله يهداك، ولا تنسى يا ابو بشار انا ما قبضت منك ولا دينار. أقول إيش رأيكم أول شيء نلعب اللعبة هذه؟ ليش لا؟ بعدين هدومنا تتوسخ. خير يا طير، خلي هدومك تتوسخ، الكبت متروس هدوم. إيش رأيك نلعب كرة؟ إي أنا أحب الكرة. والله تحب الكرة؟ خلاص عيل نلعب كرة ونلعب اللعبة هذه واللعبة هذه واللعبة هذه، وما عليكم من أحد، سمعوا كلام يدتكم، استانسوا واستانسوا بعمركم. شوفوا أنا ترى بصير ياهل مثلكم، لا يصير عمركم 100 سنة، زين؟ عمار عمار هي حياتي. قلت
قلنا بدل ما نروح الصيدلية إني هني نلقى عندك إسعافات أولية ولزقات، وما شاء الله بعد خالي الله يرحمه ويغمد روحه لينا عنده إسعافات أولية تكفي بلد كلنا صدقة جارية. جدتي يعان. يعان وبعد عمري، إن شاء الله الحين بس نخلص من هني نروح أحسن مطعم بالديرة. يلا أخذ أخوك ونطروني بالحديقة متباعدون، يلا عشان نروح ناكل بعدين. يلا روح أمي، روح حبيبي، بسم الله عليك بعد عمري. زين أشوى ما عنده خدوش بس من هني. تصدق؟ ما بقت لعبة ما لعبتها اليوم، حتى خدودي حسيت إنها متوردة وناسة وناسة. مش فيك مغلدة مضايق خلقك؟ للحين على هالقعدة هذه مضايق خلقك وما تاكل وما تشرب؟ قلنا يلا زلقة طيحة رجيم تنفعك تنزل كم كيلو بس، وقاعد كذي تنطر الحل من السماء، ما خبرتك كذي.
بحياتي ما استمتعت بمثل هذه الدقائق الجميلة. وأنا اليوم حقيقة تضايقت وايد، عمري ما تضايقت وحزنت كثر هذا اليوم. إيه منك أنت الله يهداك، أنت تجيب المشاكل حق روحك، أنت حاط أذنك وتسمع حق بلاويهم وصاير لي مثل الإسفنجة. يا أخي حتى الإسفنجة لها وقت افتراضي، تثقل وتشبع وتفتت بعدين. أنا إسفنجة؟ هذا العيالي لازم أسمعهم، ملي يسمعهم إذا ما سمعتهم. أوعد خلاص ملينا وإحنا نسمع مشاكلهم، كبروا ويفترض أنهم يحلون مشاكلهم الآن بينهم وبين نفسهم. الحين خلصنا من العيال الأحفاد والعيال والأحفاد، شو هالسالفة هذه الطويلة العريضة؟ بس عاد انت الله يهديك، دعوات تدري أنا أحفادك ولا لا؟ شنك اليوم طلعتي عيال خالد شوية، صرتي جدة عظيمة. أنا آسف، أنا ما أقصد إني يعني أزعلك. اقعد اسمعني، خذ نفس عميق وقل لي منو شفت اليوم. ريلاكس بشار، وبيرحلونا عقب باكر السجن، وغيره اهل الولد اللي اندعم سافروا، ما حد يدري وين فيهم، حتى المحامي مو قادر يتصل فيهم. وغيره ماي بنتش باعت الشركه ولا قبضت فلوسها وتفكر بعيالها. الله الله الله، يعجبني من الناس اللي ردت فعلهم سريعة عقب 9 سنين تشتاق حق عيالها. وغيره لا تستخفين بمشاعر بنتك، تراها تشبهك، نفسها عزيزة ودمعتها عزيزة. قولي شنو اللي ضايقك اليوم؟ اللي ضايقني ولدي البكر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم
نعم، منو هذا بعد؟ هذا ابوي، يبا هذا الاستاذ بدر. وانا قال لك تعالي انت فاهم، انا ما قلت لك بنخطب. ها، لي كنت مفكر تخطب. يا لا تاخذيني بشراع ميداف. يا يبا الستر ما مش احسن منه، وانا ما عندي مانع. هي 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 هي، ايش قاعد تقول؟ اخذتوا البيت بتاخذون راعي البيت بعد؟ عن الغلط وعن التجريح. ترى البيت الحين بيتنا، وبعدين انت اللي طلبتني وقلت لي في شيء ضروري تبي تفاهم وياي، ومن الطبيعي عيب ابوي. ما شاء الله، بخصوص كنت انت تعرفين الاصول، 5 سنين صار لك تجين هني بروحك، بس الحين ليش تغير الوضع؟ صرتي من اصحاب العقار. كنت الاول بصفتي ممرضه، وكنت جاي البيت مو خالي، وكنت جاي بالنهار، بس الحين الوضع اختلف، انت عزوبي وانا ما يصير عيب روحي. يا ابو كان ريال عود وما فيني شد على الوقفه. خلي ندش داخل وقول اللي في خاطرك. عبد الله، عبد الله، كم كم ابو عبد الله، ياتني فكره تهبل مثل الالهام، كم كم اسمعها عافيه قبل لا انساها. قوم كم ابو عبد الله. لا لا، ما ابي اكتبها، ما اعرف اقرا خطي بالليل، خاصه بالليل ما اعرف اقرا خطي، تتداخل الحروف عاد وتتعقد حياتي. قوم اسمعني ابو عبد الله، عافيه. قوم تسنى، قوم اسمعني، اصحى. لا ما ابي الدفتر. قوم اسمع ابو عبد الله. اليوم وانا الهو مع عمر وتركي، ومضت في راسي فكره كذي لمدة ثانية، عاد ما لحقت أثبتها وأتمعن فيها. عاد الحين ومضت مرة أخرى، الآن في رأسي وصحتني من عزنومي. أبو عبد الله، الله يخليك، لا تتساوى، بسمعني. أبو عبد الله، إيش رأيك نفتح مطعم للأطفال أنا وياك؟ لا خدم ولا أهل، فقط هذا المطعم للأطفال. انزين، ويعني احنا ممكن في هذا المطعم نعد وجبات صحيه للاطفال، ونعلمهم هم شلون يعني ممكن يحضرون ويعدون الوجبات الصحيه لهم. وممكن بعد الى جانب الوجبات الصحيه ممكن نعمل مكتبه صغيره فيها كتب، يعني نحاول نبحث عن الوسائل التثقيفيه في هذا المطعم للاطفال. ايه، اقول لك بعد شو نسوي. يعني ممكن مثلا نجيب سينما، سينما ايضا تثقيفيه للاطفال، نعرض عليهم افلام تعليميه عن الحيوانات وعن البلادين. وممكن بعد افلام، مثلا اقول لك اسمعني، مثلا عن نشاه او كيف كانت فكره ديزني لاند، صاحبها شلون انشاها، صاحبها شلون خطط لها، وكيف تمت فكرة ديزني لاند مثلا يعني. وممكن بعد شو نسوي؟ ممكن ديزني لاند. حلو، ديزني لاند. ها يا ديزني لاند ابو عبد الله، شو تقول انت؟ اقول تعرفين توم وجيري. ايه، انا توم انت جيري، نمثلهم. نعم. الوقت تأخر يا أستاذ بدر، وضروري، وأنت ما قلت لنا شيء مفيد. شو تتوقعين تسمعين من واحد سلبتي بيته من دون وجه حق؟ سمعي أبوي يا ليلى. لا، ما أبي أسمع، ما أبي تزيد مقثتي. لا، لازم تسمع علشان تعرف إن إحنا رايتنا بيضة. يا أبو ليلى، بيتي وأنا حر فيه، وولدي ما على كسور كداد وزنده يمشي على التيس، ربيته وعلمته وكبرته، انتو أحوج، وهذه عطية. ما بس سكري، خلاص ما أبي أسمع. علشان كذي صمم المحامي إني أسجل صوته، كان متوقع إنك تشذبنا وما صدق إن أعطاني البيت من طيب خاطر. لا تبين طاري هالمحامي،
هالمحامي عار على المهنة. يا وليدي أبوك يحب الخير، والحين ما بينفعه هو في ذاك المكان إلا العمل الخير. يلا يبا يلا. شوف يا وليدي، إذا ما عندك مكان تروح فيه، عندك السرداب هكو، تعال يا أبوك ويلس فيه إليه ما تخلص أمورك. قوم يبا قوم قوم. أنا مستعد أحصلك وظيفة، ووظيفة زينة بعد، وإخوانك مستعد أدرسهم على حسابي، بس بشرط أكتب البيت باسمك. آسف أستاذ بدر، اللي عنده بيت ملك كل أموره الثانية تتسهل. يلا يبا خلاص نتزوج، تعطيني مقابل الزواج البيت. ما قلتي لي إنها باعت البيت؟ والله ما سألتيني. بس أنت قلتي تدلين بيتها، وأنا ما أدري غير العنوان القديم. ما أدري إنك بتروحين. بالله عليك هذا رد؟ يا روحي يطلع لي واحد غريب يقول لي باعوا البيت وشدوا منه. تفاجأتي؟ طبعاً أتفاجأ. مو من حقها تتصرف على كيفها، أقل ما فيها ترفع سماعة التليفون أو تعطيني عنوانها. بعدين أنا لي نصيب في البيت وتنازلت عنها رسمياً، من الذوق إنها تقول لي. تدري شو الألوان اللي يحبونها الأطفال؟ مو من حقها تتجاهلني، أنا ما زلت أمهم وملتزمة في مصروفهم، يعني من حقي يعرفون مكانهم. عنوانهم اليديد في نفس الشارع، لما يردون من السفر زوريهم. ولا تسأليني متى بيردون، مرت أخوك الجديدة هي أخبر. بنفس الشارع؟ يعني أنت اللي شرتي عليها تشتري؟ إيه فقيرة مسكينة ما تعرف بالأسعار، يعني أم غانم تعرفينها بعد غلبانة. وطبعاً ما قصرتي، ساعدتيها بالشروة. هالشي بيني وبين ربي. وين بيسافرون؟ ومتى بيردون؟ عندك بنت عمهم، روحي سأليها. وبالمرة باركي لها، ترى خوش بنية. بوصلك للسيارة. سلامات عسى ما شاء. أبو نورة من المغرب هو يصيح صدري صدري، مرة واحدة طاح، يقولون إن في ذبحة صدرية. سلم عمرك أم عبد الله، نورة بروحها في البيت، ديري بالك عليها على ما أرجع. لحظة لحظة أنا معاكم لحظة. وين اللي صاير؟ شو السالفة؟ سكر الولان عشان واحد يقوم تزعج لي ألف. هو أبو نورة كده طول عمره مزعج، ربنا يشفيه. الله يشفيه إن شاء الله، ما يستاهل أبو نورة. يا عمي تلاقيه هو عامل كده عشان يهرب من وشها، بس هي شفت برضو لازقاله. يا عبد الفتاح يود لسانك، ترى في ناس تسجل دبة النملة وتصيد في الماء العكر. لو عندك الشجاعة الكافية تسمي الأشياء بأسمائها. تصبحون على خير. تعال قاعد أكلمك. ما عليك منه، الريال على قد حاله، ولو ترفع عليه ألف قضية ما راح تطلع منه بشيء. على أساس إنك قمت تعرفين بالجيران وكل واحد ومشكلته وهمه، مو عدل؟ القليل اللي أعرفه يكفيني، الدور على اللي عايش معاهم المدة هذه كلها وللحين يعتبرونه غريب. شو قصدك؟ كان الكلام هذا موجه لي أنا. مرتي بين وبينك نايمه، بس ودي اعرف انت شنو هالموضوع الملح والمهم اللي انت قادره تصبرين. اذا عندك جمل جديده اقولها، لان الكلام بتقوله سامعته من اموي قبل لايك. بعد الموضوع وايد ملح، روح قاعدها بيها. قلت لك نايمه. ولدك توا قاعد من النوم ولا من البارح؟ طرفي بابا سهران. اي يابا. كفو يابا. عبد الله خلصنا نروح قاعدها. انت ايش فيك؟ سالفتك؟ صدق اروح اقعد بني علشان اقول لها تعالي يبا وين يدتك وعيال عمك؟ صبرتي طول هالسنين هذه، متى قادره تصبرين كم ساعه؟ نطري شوي؟ يا حياك الله. عندكم نسكافيه؟ في عصير جزر. ايش هالاغراض هذه؟ الاغراض ها؟ ايش هذا؟ ها ابو عبد الله. خالد وصل من السفر؟ لا هذه اغراض نوره، ما رضت تجي معي الا لما تلم الاكو والماكو. نوره اي نوره؟ طبعا
حضرتك شبعان نوم ومن السهل انك تطرح اسئله وتستفسر. انا بروح المستشفى ودير بالك على اليهال وخصوصا المدعوه نوره. سمع شر، ليش بتروح المستشفى؟ ايش فيك؟ بو نوره تعب البارح امرته معه، بمر المستشفى اتطمن عليهم وعقب بمر بدر بشوف هل هالمطاعم اللي شريناهم ثم اهملناهم. إيه على طار المطاعم اقول يعني انا ما ابي مطعم، يلا بعطيه حق مي، بس ها لا تقولين لا. اي نوره يا ما كنت ناوية أمر، قلت صفحة وطوت، ما عندي مو طرف فيها، لكن شكلك مو ناوي تطويها. عفوا مدام، لو سمحت تخليني أكمل حديثي. إذا أنت وقتك ثمين أنا وقتي أثمن. أنا جاية أخذ مفاتيح الشركة ومن غير أي تفاصيل تسلمني إياهم. عفوا يا مدام، الشركة خلاص ملكيتها تحولت. مو مشكلة تتحول مرة ثانية؟ لا لا طبعا في مشكلة، لا لا سلمت الله حين الشركة خلاص كبرت وصار لها اسم في السوق، والفضل هذا كله طبعا يرد حق ولدي، هو اللي كبرها وهو اللي سوى لها اسم ما شاء الله تبارك الرحمن. على العموم زين تشيتي هذا الشيك، تفضلي. أنا ريال ما أحب الحرام، ما أحب فلس حرام يدخل بيتي. وحلال انك تتزوج بنات بنود، ولما تزهق منهم وتمل منهم وتسرحهم وتكمل انت مسيرتك العطره يصيرون اهما مطلقات وانت دون جوان عصرك. الاخيره مو منهم، لها تجارب سابقه. على العموم انا ما احب اتكلم عن احد بسوء، خصوصا انه كان في يوم من الايام قريب مني وايد، لكن اقدر ارد عليك بالمنطق اللي انت تعرفينه. انا بصراحه ما جبرت احد، ودام احنا في السوق يعني نتكلم بمفهوم السوق، يعني في عرض في طلب في بايع وفي مشتري. انا ماني جاي اسمع محاضره عن الاقتصاد المحلي، انا جاي اخذ مفاتيح الشركه والشيك احتفظ فيه لصفقه ثانيه جديده. لا لا الشيء هذا مستحيل. انت تعرف كم محطه فضائيه هني عندنا بالكويت وفي المناطق المجاوره؟ صراحة وايد أهمة، وإذا بقعد أتم أعدهم ما راح أخلص. وتصدق بينما أنا أتكلم معاك الحين فتحوا محطتين يدد؟ يعني شنو؟ تشهري فيني؟ شوف والله عاد أغلب المحطات الفضائية ما عندها مصداقية، بلبلة وشوشرة وإثارة فتن، بس لها مشاهدينها ويفوتك من الكذاب صدق كثير. وإذا ما شاهدوها ممكن ترى عن طريق الفيسبوك، تويتر، البلاك بيري، الآيفون عاد ما أدري إذا إيه ولا لا. أنا ما راح أطلع بصورة، لكن ممكن أطرح الفكرة والاسم، وهناك من سيتبنى الفكرة ويصرح بالاسم، وعاد بتكون هناك اتصالات منظمة ومرتبة وكلها من الجنس الناعم. عاد أنت تعرف الحريم يحبون أدق التفاصيل وهم ورا الشاشة وما حد راح يميز أصواتهم. سوي اللي تبي تسوينه، ما يهمني. لا لحظة، أنا ما كملت لك الصورة بعد. قد ينترس المعرض هذا ويونك الناس من كل حدب وصوب، البعض يجي يتفرج عليك والبعض لا يعتبرها فرصة، لكن اللي بيتأثر زوجتك وعيالك، وانت عندك ولدين وأربع بنات ونصهم متزوجين، ثلاثة أو أربعة بيتمنون اليوم اللي ما كنت فيه أبوهم، بتصير ذائع الصيت. بس عاد مو كل شهرة تشرف، أكو شهرة تفشل. وغير كذي يعني إذا قررت أنك تكمل مسيرتك الدونجوانية ما أعتقد أحد بيتحمس يعطيك بنته أو أخته، يعني بيقل الطلب بيرتفع السعر. تفضل، هذا كرت أبوها، اتصل فيه وخلص الصفقة معه. انتهت المحادثة.
هو يوم خطبني كلم يدتي، ويدتي قامت خذت راي امك. امك قالت لها لا ما انصح، فعاد انا حزتها عبالي امك ما تبي لي الخير، قمت عانت ووافقت وتزوجت. ومن سألك عن زواجك؟ انا جاي اسال عن العيال، شو موديهم امريكا؟ ايه ابوي طرشهم وقال فرصة دام يدتي بتتعالج. ومدارسهم؟ منو قالك ان امريكا ما فيها مدارس؟ مو انا امهم مفروض اعرف؟ وانتي من متى تسألين؟ والله عاد هذا مو شغلك، انا امهم وملتزمة بمصروفهم، وانا اللي من حقي اقول اي او لا، يسافرون او ما يسافرون. وبعدين انتي هاي لا طيحي الميانة زيادة على اللزوم. والله عاد المصروف اللي تدزينه على معاش يدتي الشؤون، على المصروف اللي دزه أبوي على معاش عمي المرحوم، يلا يدوب يكفي لبسهم وناستهم وأكلهم، وحتى يكفي السايق اللي يوديهم ويجيبهم. كانت تقوم أمك المسكينة جزاها الله ألف خير سفرتهم، ولولاها كان حتى ما دشوا مدارس خاصة، ولولاها كان حتى ما قدرنا نشتري بيت جديد. وبعدين حبيبتي أنا ما طيحت الميانة وياك، أنا بس أرد على أسئلتك وأزيدك من الشعر بيت يقول لك اللي ما يطيع يضيع. يا ريتني سمعت نصيحة أمك وما تزوجت، البعد عنكم غنيمة. أنا ضايق وبالي ضايق وروحي وجوي ضايق ضيق الجاي. أوه هذه شنو أغنية راشد الماجد؟ عمتي لا تطني زين علي، ترمي أحزاني، أنا أحس إني مقهور مكسور. عمتي معقولة عقب كالسنين هذا وهالعمر أرد أبدي من جديد؟ تفضل هذه مفاتيح البيت العود. عمتي أنا مشكلتي لا تكمن في المكان، مشكلتي إن أبوي خيب أملي. عمتي الله يهداك، واحد مات وخلاص، لا ربنا يحاسبه، شو الحكي هذا؟ يلا قوم قوم بدل ملابسك لأن ورانا مصالح، يلا قوم. عمتي أقول لك أنا مكسور مقهور، سوات أبوي اللي سواها ما يسويها عاقل. بدر لا تبط شبتي عاد، خلاص واحد راح مات انقطعت أعماله من الدنيا. إذا أنت مقهور من هذا الشخص اللي مات الله يرحمه، أنا مقهورة من ثلاثة وأبوهم بعد الرابع متوقع يقهرني أكثر وأكثر. أنت شو تقول؟ يعني خلاص انتهت الدنيا، حط يديني على خدي وقعد أبكي وأندب وأنكد الدنيا وأنكد روحي؟ أنت غلطان، البيت راح خلاص عليه العوض. أنت بعدك للحين بصحتك، وبعدين لا تنسى أن حواليك ناس للحين كفو. من هذول بعد ما تدري؟ قوم قوم قوم، وأنا أقول خيبة وظني أربعة، شنهم بيصيرون خمسة؟ قوم